الحمد لله، الحمد لله رب العالمين ولي المتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله خير الأنبياء وسيد المرسلين. أما بعد عباد الله، فاتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله، إنكم في خير وأعظم وأحب وأزكى وأرجى الأيام عند الله سبحانه وتعالى، والله عز وجل قد أنعم عليكم نعمة عظيمة أن بلغكم هذه الأيام المباركات، فأروا الله عز وجل من أنفسكم خيرا. نعم يا عباد الله، بلوغ هذه العشر المباركات نعمة عظيمة جليلة من الله سبحانه وتعالى، فالسعيد من وفق في هذه العشر إلى الطاعات والقربات التي ترتفع بها الحسنات وتحط بها الخطيئات. عباد الله، إن المسلم الكيس الفطن من استغل وقته واستغل لحظاته بطاعة ربه ومولاه، فإن الله سبحانه وتعالى عندما أقسم بهذه الأيام العشر المباركات قال بعد ذلك: هل في ذلك قسم لذي حجر، أي لذي عقل يفهم مراد الله سبحانه وتعالى؟ والجواب نعم، من كان ذا عقل وذا لب وذا حجر فإنه يستغل أوقاته ويعمر لحظاته في طاعة الله سبحانه وتعالى. فيا عبد الله، خذ بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراقك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. فاستغل هذه اللحظات قبل أن تأتي المشغلات فتصدك عن طاعة الله عز وجل. عباد الله، إن الأعمال الصالحة بكل أنواعها مشروعة في هذه الأيام العشر المباركات لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام فيها العمل الصالح أحب إلى الله من هذه العشر. قيل: ولا الجهاد في سبيل الله. قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. فكل الأعمال الصالحة مستحبة ومشروعة في هذه الأيام المباركات، وإن من أعظم الأعمال في هذه العشر المباركات ما جاء فيها النص صريحًا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك يا عباد الله ذكر الله سبحانه وتعالى، فقد جاء ذلك في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فشعار هذه الأيام ذكر الله سبحانه وتعالى، وشعار الذكر في هذه الأيام التكبير والتهليل والتحميد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام فيها العمل الصالح أعظم عند الله من هذه العشر. قيل: ولا الجهاد في سبيل الله. قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بأهله وماله وخرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. فأكثروا فيهن من التهليل والتحميد والتسبيح. وهذه الزيادة رواها الإمام أحمد وصححها بعض أهل العلم، ويشهد لها قوله سبحانه وتعالى: ويذكر اسم الله في أيام معلومات،
على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، ويشهد لها فعل الصحابة والتابعون فإنهم كانوا يحيون هذه العشر بالتكبير والتهليل والتسبيح والتحميد. فأكثروا في هذه الأيام من ذكر الله سبحانه وتعالى، وخاصة هذا الذكر: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. فهي سنة عن نبيكم وعن الصحابة والسلف التابعين وهي شعار هذه الأيام. فقد كان بعض الصحابة ومنهم أبو هريرة وابن عمر يخرجان إلى السوق من أجل أن يكبروا، فيكبر الناس بتكبيرهم. ومن الأعمال يا عباد الله التي جاء النص عليها في هذه العشر المباركات الأضحية، والأضحية يا عباد الله عبادة عظيمة، عبادة جليلة، قرنها الله عز وجل في كتابه في موضعين: بأعظم الطاعات وأعظم العبادات والقربات، وهي الصلوات. وقال سبحانه وتعالى: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقال سبحانه وتعالى: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. فجعل الصلاة والذبح مقابل شكر نعمة الله عز وجل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن أعطاه نهر الكوثر في جنات النعيم. فقرن الله هذه العبادة وهي الذبح له سبحانه وتعالى بأعظم العبادات والقربات، وهي الصلاة. وهذا يدل على أن الذبح عبادة يحبها الله سبحانه وتعالى، ولا يجوز صرفها إلا لله سبحانه وتعالى. فمن صرف الذبح لغير الله فقد كفر وأشرك واستحق لعنة الله عز وجل، كما قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله من ذبح لغير الله. والأضحية يا عباد الله عبادة لا تأتي في السنة إلا مرة واحدة، فالكيس الفطن من استغل هذا الوقت وضحى لله سبحانه وتعالى قربة وطاعة، فلن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم. فدليل التقوى تعظيم الله عز وجل، بالذبح قربة له سبحانه وتعالى. وليحرص المرء في أداء هذه العبادة على سنة النبي صلى الله عليه وسلم في طريقة ذبحه واختياره، وليحرص المرء على الأضحية السليمة من العيوب السمينة النافعة، وكما أنه يختار لأضيافه أحسن الذبائح، فليختر لعبادة ربه وطاعة مولاه والقربة له أفضل الأضاحي وأفضل الذبائح، فإن الله عز وجل أولى بذلك. عباد الله، إن الأضحية فضلها وشأنها عند الله عظيم، فقد أكثر الله عز وجل من ذكرها في كتابه، وبين أحكامها، وأبدأ فيها وأعاد. والنبي صلى الله عليه وسلم ضحى في كل سنواته من بعد ما هاجر من مكة إلى المدينة، فكيف يفرط المرء في هذه العبادة الجليلة التي لا تأتي في العام إلا مرة واحدة؟ وقد أجاز بعض أهل العلم أن يستدين المرء من أجل أن يذبح أضحية ويقدر بعد ذلك على السداد، وكل ذلك من أجل أن يدرك المرء هذه العبادة الجليلة العظيمة التي لا تأتي في السنة إلا مرة واحدة. فيا عباد الله، هذه أيام مباركات، أحيوها بالطاعات والقربات، فإنها زاد لكم عند المعاد إلى ربكم في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فدونك أيام قد أطلت بنورها، هي خير أيام
وأكرم زائري. فشمر إلى الطاعات، فشمر إلى الطاعات حبًّا ورغبةً، صيامًا وإنفاقًا وذكرًا لغافري. فما فاز يوم العرض إلا مسارعٌ يطير إلى الجنات مع كل تاجري. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. الحمد لله على إحسانه، وشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيمًا لشانه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه صلاةً وسلامًا إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، فإن من أعظم الأعمال وأجل الأعمال في هذه العشر المباركات، وجاء النص فيها، صيام يوم عرفة. وصيام يوم عرفة صيام عظيم يكفر الله به ذنوب سنتين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحتسب على الله أن يكفر السنة الماضية والسنة الباقية. ويوم عرفة يوم عظيم، هو أفضل أيام السنة بعد يوم النحر على الإطلاق، فهو يوم عظيم، يوم أخذ الله فيه الميثاق على بني آدم، كما جاء في قوله سبحانه وتعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون. وقد ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما ومعناه مرفوعًا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل أخذ من صلب آدم في يوم عرفة بنعمان كل ذرية ذرأها وأشهدهم على أنفسهم، فقال: ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون. فيوم عرفة هو يوم الميثاق الذي أخذه الله عز وجل على بني آدم أن يعبدوه وحده لا شريك له، وأن لا حجة لهم بين يدي الله إن أشركوا به سبحانه وتعالى. ولكن الله عز وجل زيادة على الميثاق أقام الحجة ببعثة الأنبياء والمرسلين، فقال سبحانه وتعالى: رسلًا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجةٌ بعد الرسل. ويوم عرفة يا عباد الله يومٌ عظيم، يوم العتق من النيران، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من يومٍ يُعتق الله فيه عبدًا من النار أكثر من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ماذا أراد هؤلاء؟ فهو يوم رفعة الدرجات وحط الخطيئات والعتق من النيران. وهذا العتق يا عباد الله يشترك فيه جميع الناس، جميع الناس من المسلمين الذين وقفوا بعرفة والذين في الأمصار. ويدل على ذلك أن بعد يوم عرفة هو عيد المسلمين أجمعين، وهو يوم النحر أعظم الأيام عند الله. فيا عباد الله، استغلوا أوقاتكم وعمروا لحظاتكم بطاعة ربكم ومولاكم، فما الأعمار إلا لحظات، وما الأعمار إلا أوقات، وما هي إلا لحظات، والناس عن هذه الدنيا مغادرون. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. واعلموا عباد الله أن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة. فعليكم بالجماعة، فإن يد الله مع الجماعة، ومن شذ شذ في النار. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمناً مطمئناً وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء، اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء، اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء،
اللهم إنك أنزلته بقدرتك فارفعه عنا برحمتك، اللهم ارفعه عنا برحمتك، اللهم ارفعه عنا برحمتك، يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، يا ذا الجلال والإكرام، اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير.